تفضل محمد. شكرا. احب اذكر بعض الاسماء. ب 68 كان مدير التقاعد العام عميد اسمه عبد القادر البهرزي. هذا الرجل احيل على التقاعد، اجى بمكانه طارق احمد حالت. هذا الرجل طارق ابوه كان محافظ واسط، يعني متصرف بزمن فيصل الاول. هذا الرجل بال 77 احيل على التقاعد، اجى بمكانه فائق عبد السلمان. هذا الرجل لل 80 النقل الى دائره اخرى، اجى وراء عزيز الحديثي ومجيد عبد الجعفر واسماء كثيره. ذولا كلهم مدراء اجوا للتقاعد من زمن فيصل. عددت هسه من 68، ما عددت من زمن فيصل الاول ولغايه 2003. اطلب من وزير الماليه او اي مسؤول بالدوله العراقيه يسحب اضابيرهم، اريد يطلع لي بس حرامي واحد. اريد حرامي واحد، واريدك تسحب اضابير كل مدراء العامين مال وزاره الماليه من 2003 لهسه، طلع لي واحد مو حرامي. بس واحد، طلع لي واحد مو حرامي، وطلع لي من الاسلاف واحد حرامي. يعني كافي دجل وكافي كذب وكافي ضحك على الذقون. اخجلوا استحوا. وانا عده مرات قايل لكم انتم ما عندكم ما يتغسلون وجوهكم، انتم غاسلين وجوهكم وبولكم. وشكرا.